فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من صلى الفرض صلاة الفريضة في الطائرة أو في سيارته جاهلا، فهل يعيد صلاته أم يعذر بالجهل؟ أما في السيارة لا، ما يعذر بالجهل، يعني إن كان يوقف السيارة ويصلي على الأرض. أما في الطائرة ما يقدر غير هذا، يصلي في الطائرة على حسب استطاعته. اتقوا الله ما استطعتم، إلا أنت بتطلع من الطائرة في الجو وتصلي هواك. نعم.